يا مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. طبعا اهم اخبار نهائي دوري ابطال افريقيا، كلنا عارفين ان المسحه النهارده اجراها الكاف يوم 25/11/2020. طبعا خلينا في البدايه نبدا بالاهلي، كلنا عارفين ان المصابين في النادي الاهلي وهم سته، النهارده طبعا المسحه اثبتت انهم سبعه، ولكن في البدايه خلينا نتكلم عن اللي كنا عارفين انهم مصابين من فتره وهو كهربا، وليد سليمان، صالح جمعه، محمد شريف، احمد ياسر، بيكهام. تمام، النهارده بقى زاد عليهم اليو ديانج. المقيدين في افريقيا واللي المفروض يلعبوا في الدوريات الماتشات بتاعت افريقيا كهربا واليو ديانج وصالح جمعه ووليد سليمان. حاليا دلوقتي اللي هيلعب وهيكون موجود فقط منهم كهربا، لكن هيغيب عن نهائي دوري ابطال افريقيا اليو ديانج، وهيغيب كمان وليد سليمان وصالح جمعه. الاهلي عنده البديل، عنده لعيبه كفاءه انها تلعب كويس وتأدي بدل اي حد تاني. موسيماني دخل معسكر مغلق داخل استاد التتش ورفض انه يروح يتمرن في استاد السلام او في اي مكان تاني حفاظا على اللعيبه وانه ياخد الاحتياطات الطبيه. خلينا نروح لاخبار نادي الزمالك. كل المسحات اللي اجراها الكاف النهارده اتجاه لعيبه نادي الزمالك كلها سلبيه باستثناء الونش وعبد الله جمعه واوباما. طبعا اللعيبه دي هتاثر في او هتسيب فراغ كبير طبعا داخل نادي الزمالك، ولكن في البديل ايضا في نادي الزمالك في لعيبه كويسه جدا، في لعيبه قويه. لو هنتكلم مثلا في مقارنه ما بين لعيبه الاهلي او لعيبه الزمالك هنلاقي ان الكفتين هما الاثنين هيرجحوا، لان انت عندك لعيبه ممتازه جدا في نادي الاهلي وعندك لعيبه ايضا ممتازه جدا في نادي الزمالك. نتمنى التوفيق للجميع، ويا ريت كل الناس تبقى في هدوء، تبقى في روح رياضيه كده لطيفه علشان ما يبقاش في زعل، ما يبقاش في ضيقه بيننا ما بين الناس اللي اصحابنا وقرايبنا، لان طبعا ده ماتش مهم وكلنا عارفين كده. فلازم يا ريت نحافظ على شعورنا ونحافظ على اعصابنا اتجاه الناس القريبين مننا، لان دول هم اللي فاضلين لنا. يعني ما ينفعش ان احنا نخسر دول علشان ماتش او علشان اي حاجه تانيه.